شكرا لك علا. اما هلا مكفين باقي فقراتنا ضمن برنامجنا الصباحي. أريج، محطتنا الأخيرة لليوم مع فنانة بدأت من مقاعد المعهد العالي للفنون المسرحية لتبدأ أولى خطواتها في طريقها الفني من الدراما للسينما، وبقيت أيضا على خشبة المسرح يلي كانت المحطة الأبرز. فمن مسرحية عزيزي مرات إلى حلاق بغداد، تجربة رسمت ملامحها الخاصة كموهبة مسرحية. واليوم ضيفتنا بمساحتنا الصباحية وأيضا كعميد للمعهد العالي للفنون المسرحية الأستاذة جيانا عيد. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم وصباح الإخبارية السورية وصباح كل الشباب اللي موجودين معنا بدار الأسد. وبدي أقول لكل اللي عم بيشوفونا عبر قناتكم الوطنية بامتياز الإخبارية اللي نحن يعني مشاهدين كلنا ثقة فيها، بقول لكل اللي عم بيشاهدونا عبر قناتكم يسعد صباحكم، وإن شاء الله صباحاتكم دائما كلها نور وقلق مثل سوريا الدائمة، وإن شاء الله هيك تكون صباحاتنا صباحات النصر والفوز دائما. يسعد صباحكم. يسعد صباحك ولقائنا اليوم مع حضرتك، صباح منور بوجودك معنا ضمن صباحنا. يعني اليوم لقائنا ياتي مع العام الاكاديمي للمعهد اكيد برعايه من وزاره الثقافه. خبرينا اكثر عن العام الجديد، خاصه انه هو انطلق تحت شعار بابداعنا وانتمائنا نواكب النور. نعم، هلا مثل ما بتعرفوا حضراتكم انه نحن المعهد العالي للفنون المسرحيه هو معهد ابداعي. يعني ما بالضروره لما ينطلق العام الدراسي فيه ينطلق بشكله الكلاسيكي، يعني انه يفوتوا الطلاب ويحضروا دروس ويبلشوا بقى هيك يتاقلموا مع المكان، لا، نحن دائما، وهذا تقليد على فكره بالمعهد، تقليد سبقنا عليه يعني زملائنا من العمداء السابقين ولهم الفضل بهذا الشيء. طبعا لما بيكون في ظاهره ايجابيه يجب ان تكرس. ف يعني ارتقينا انه لازم الطالب اللي جاي اصلا على معهد ابداعي يكون عنده يعني جو يليق فيه كمتقدم لهذا المكان، وبالضروره انه يدخل بالجو، يعني يتهيأ له شيء يحسن هالحالة الإبداعية اللي هو جاي لحتى يدرسها، لحتى يتعلمها، لحتى يمكن القدرات اللي عنده يدخلها بقى بشكل هيك إبداعي بمفهوم جديد، مفهوم متطور، مفهوم يفتح له يعني آفاق للخيال، للرغبة، لتحفيز الإبداع بشكل الحقيقي. من هون كانت يعني السبب الأساسي لوجود هيك تقليد بالمعهد العالي للفنون المسرحية. هو اسمه تقليد بس هو يليق بالمكان يعني. وبعدين الشغلة الثانية انه يعني نحن بالمعهد العالي للفنون المسرحية دائما بالاسبوع الاول بيكون في، بتعرفوا اللي بيشتغلوا اغلبهم فنانين من الاساتذه ومن يعني من الكادر اللي موجود بالمعهد، فلبين ما نرجع نجمع الكادر بجو الدراسي، يعني عمليه عكسيه للطلاب جو ابداعي، وللي كانوا بالجو الابداعي يرجع جو الدراسي والطلاب والحاله الجامعيه، يعني نرجع بنعمل هاي الفعاليه. وكان العنوان الاساسي مثل ما حضرتك هلا قريتي انه بإبداعنا وانتمائنا نواكب النور. النور اللي جاي من قواتنا المسلحه، الجيش العربي السوري البطل، اللي بنرفع له التحيه وبنقدم له يعني كل اسباب الاحترام والتقدير على التضحيات الكبيره اللي عم يقدمها. طبعا قد ما نحكي نحن مقصرين وقد ما نحكي ما بنوفي جزء قليل كثير من حقه، فهاي الانتصارات اللي عم بحققها جيشنا العربي البطل السوري مع الشرفاء بالعالم اللي عم بيساندونا، مع المواطن السوري البسيط، هاي لازم يواكبها من كل المؤسسات حاله من التألق لحتى نواكب النصر، النور اللي قصدناه نحن اللي جاي من انتصارات جيشنا العربي السوري. كل واحد عبر مكانه الموجود فيه يعمل واجبه على اكمل وجه لحتى هذا النصر يكون مشترك للجميع، وبالتالي نقدر نعطي اللي عم بيكونوا اسباب النصر حقهم الحقيقي. تمام، يعني من العنوان إبداع ونور، يعني هو بوابة انطلق فيها عدة مجالات. شو أبرز المجالات اللي ضمنها انطلاق العمل الأكاديمي؟ يعني على شو ركز أبرز المجالات؟ هلأ حقيقة هو نحن المعهد العالي للفنون المسرحية مو بس بالشتاء يعني بيكون في موسم دراسي، نحن حتى بفصل الصيف أبدا ما بيتوقف الشغل، يعني بيضل في دائما ورشات عمل، بيضل في مشاريع للشباب للطلاب او للخريجين حتى او للاساتذه. فكل فتره الصيف بيكون في هي موجوده هي الورشات، نتاجها هو بدايه العام، نحن بنعملها بمحصله ببدايه العام الدراسي.
والسنة كانت يعني نتاجاتنا مو كتير كبيرة كما ولكن كانت متميزة نوعا. عنا عرض مسرحي، يعني النتاج كان عرض مسرحي لشاب خريج يزن الداهوك من قسم الدراسات المسرحية، وشاركوا ممثلين، شاب منهم لساته طالب بالمعهد يعني السنة بده يتخرج خالد شباط، وشاب تخرج كمان السنة اسمه فادي الحواشي من الخريجين الجدد، وكل اللي عاملين معه بالسينوغرافيا والإضاءة هن من خريجين المعهد العالي للفنون المسرحية. هذا أول عرض، العرض المسرحي. في عنا عرض بصري وهو حقيقة يعني كان إنجاز السنة للمعهد، نتاج ورشة 3 شهور، وعم بحكي كنوع العرض البصري يمكن أول مرة بصير بسوريا، هو نتاج كمان مجموعة من الشباب، ورشة عمل مشتركة ما بين السينوغرافيا، قسم السينوغرافيا وقسم التقنيات المسرحية، وحققوا عمل يعني بتمنى أنكم يصح لكم الوقت وتجوا تحضروه، وكل اللي عم بيشاهدونا لأنه اليوم آخر يوم يعني بالفعاليات أنه نيجوا يحضروه، لأنه في شيء نوعي مختلف بصري مختلف تشترك فيه كل التقنيات لخدمة يعني فكرة كتير نبيلة، فكرة مسيسة بواقعنا، فكرة عم تحكي عن آلامنا وهمومنا وشو صار فينا بهذا الحرب، وكيف يرى الطالب السوري يعني بمعهد عالي فنون مسرحية بمعهد إبداعي كيف يرى الواقع وما هي تطلعاته للمستقبل عبر عرض بصري جمعت فيه كل التقنيات ومجموعة من السينوغراف اللي له علاقة بهذه التقنيات لتحقق هاي الفكرة. هي تشاركية أيضا يعني بتحقق نجاح أكثر للعمل وأيضا بتعطي إبداع، وخاصة بالمعهد ما بتشترك كل الأقسام بعمل إبداعي واحد، وهو هذا الشيء الأساسي اللي بيجمع الفن المسرحي هو تكامل العرض المسرحي، يعني هاي الغاية أساسية واللي نحن عم نحاول نكرسها بالمعهد من خلال خلق جزء مشترك مثل ما بيقولوا ما بين الأقسام الخمسة. هلأ كمان عنا عرض راقص هو نتاج قسم الرقص في المعهد العالي للفنون المسرحية، كمان مؤلف من 4 لوحات، وهي 4 لوحات يعني موجود فيها أساتذة مشاركين بنفس اللوحة راقصين يعني، وفيها طلاب وفيها خريجين، فهي كمان نتاج، وبعتقد أنه كانت يعني العرض الراقص كان كتير مهم، ومبارح من انطباعات الناس اللي شافوا العروض الثلاثة يعني كانوا سعيدين كتير بهذا النتاج، وحسوا أنه ما في ولا جزء من أي عرض كان مشارك إلا معني بالهم السوري بعد حرب وجود 7 سنين. كل تفصيلة بهذه العروض كانت على علاقة مباشرة بكيف يرى هذا المشارك أو هذا الطالب أو هذا المنتج أو هذا المبدع، كيف يرى الأزمة، كيف أثرت عليه، كيف قرأ، ما هي قراءاته الجديدة للمستقبل. يعني الفن لله اليوم بكل مجالاته، وحتى كمان العروض المسرحية للطلاب عم تلامس واقعنا، مو بس عم بيكون في ملامسة للواقع وعرض يمكن الآلام اللي مرت فيها بلدنا، لكن أيضا عم يكون في طرح للحلول ورؤية مستقبلية تحمل جرعة من الأمال. حقيقة هذا الشيء عم لاحظه بشكل حقيقي عند هالفئة هاي الطلاب، الطلاب يلي هن مو بس عنا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الطلاب على مستوياتهم كلها جامعية والمعاهد الأخرى بوزارة التعليم العالي، يعني بدي أقول إنه هاي الفئة لازم يكون لها عناية خاصة، عناية خاصة لأنه هن عاشوا هاي مرحلة الحرب، عاشوها وهن كانوا سبب أساسي بالصمود اللي صار، بالمقاومة اللي صارت، بمعايشتهم اليومية لمتابعة حياتهم التعليمية، إصرارهم على أنه يكونوا موجودين بجامعاتهم بمعاهدهم بكلياتهم، وفعلا أنه هن عم بيكفوا دراستهم رغم كل الظروف الدموية اللي عشناها والسوداء اللي عشناها، إلا أنهم أصروا على أنه يكونوا موجودين ويفعلوا فعل الحياة بهاي المرحلة، وبالتالي هن عم بيكونوا شهود على عصرهم شاء أبو يعني بلا شعورهم عم بيكونوا شهود على عصرهم، وبالتالي هن عم بيرسموا خطوات المستقبل أيضا يعني بطريقة خاصة. فأنا بدي حييهم وبدي أقول من خلال الفعاليات الصغيرة اللي صارت بمعهدنا واللي باعتقادي كانت متألقة ومهمة وتوجت العنوان اللي حكينا عنه بانتمائنا وإبداعنا نواكب النور، بدي أحييهم وبدي أقول لهم أنه أنتم يعني فعلا عماد المستقبل، وأكيد أكيد بجديتكم وبالتزامكم وبانتمائكم وبوطنيتكم وبإصراركم على تحقيق الصمود والمقاومة وفعل الحياة بهذا البلد، أنتم رح تصنعوا المستقبل ورح تصنعوا برؤاكم المتألقة، لأنه فعلا عنا طاقات ما بدي أحكي، أكيد كل واحد فينا بيحس بأي مؤسسة من مؤسسات البلد بأي مكان
بأي زاوية في سوريا بأي شارع، قدي عنا نحن الطاقات وقديش عنا كوادر بشرية تستحق أنه تصنع أكبر القلق أكبر مشهد. تمام. يعني في قلق لكل سوريا مو بس بمكان محدد يعني. تمام. الفنانة جيانا عيد كإدارة، نعم، دائما المعهد العالي بنسمع أنه في شروط معينة لتقديم الطلاب، بيوقع بإشكاليات معينة، أحيانا أسماء بتنقبل وأسماء ما بتنقبل، في استراتيجية معينة جديدة وخطة جديدة يمكن وضعتيها من وقت ما استلمتي الإدارة، خلينا نحكي عن هذه الإشكاليات وكيف رح تتجاوزها. هلأ يعني بعد ظرف حرب 7 سنين مثل ما قلنا، يعني صار لازم نفكر بآلية مختلفة، يعني المعايير اللي عنا السورية الآن لا تنطبق على أي معيار عالمي الآن، لأنه الحرب اللي عشناها والظروف اللي عشناها لم تحصل في أي بلد بالعالم، لا بشكلها ولا بطريقتها ولا بامتدادها الزمني. فمن هون نحن منقول أنه يعني لازم يلتقى حلول، يعني ما عاد لازم نحن إذا كان في شيء غير مجدي ما بيتناسب مع يعني قراءتنا للأزمة خلال 7 سنين، لازم نحاول نعمل آليات جديدة لتلافيها. بالتالي يعني نحن عم بحكي تخصيصا عن المعهد العالي للفنون المسرحية، هو معهد إبداعي، فمهمته الأساسية إنه يعني ينشئ الكوادر، يدعمها، يكرسها، يدربها، يربيها بطريقة معرفية وإبداعية خاصة. نحن للأسف يعني بالمعهد العالي للفنون المسرحية يعني شوي بكبلنا مسألة المكان، وجود الأمكنة. نحن ابتدى المعهد العالي للفنون المسرحية بالثمانينات كان في قسم واحد اللي هو قسم التمثيل، بعدين يعني صار في قسم الدراسات، بعدين توسع المعهد العالي للفنون المسرحية صار في 5 أقسام، وضيف للمعهد كبنى المعهد العالي للموسيقى ومدرسة الباليه. فهذا البنى ما عاد يعني البنى التحتية قصدي اللي أنشئت للمعهد ما عادت عم تخدم ماهية المعهد. هاي يعني المعوقة أدت لأنه كثير من الأحيان نضطر مثلا نقبل، لأنه أنا صلي يعني صحيح هلا أنا عميد من فترة سنة تقريبا، ولكن نحن أنا من تقريبا 10 سنين يعني عضوة في لجان القبول بالمعهد العالي للفنون المسرحية. فعم نشوف انه السنه يعني كان النتاج انه نفس الاشخاص من قبل الازمه عم بيتقدموا كل سنه على المعهد وعم يعملوا دورات وعم بيهيئوا حالهم، محققين كل المعايير اللي بيطلبها الطالب اللي لازم ينتسب للمعهد العالي للفنون المسرحيه. في شيء جيد، طاقات جيده، ولكن للاسف كل سنه عم بيصير في عنا تراكم انه بنقبل عدد كثير قليل والعدد الاكبر بيبقى برات المعهد. فالسنة حسيت أنا أنه من واجبنا بقى نحاول نبدأ بداية جديدة، وإذا في أي خطأ يعني أو إذا فينا نعمل شيء بعد حرب 7 سنين لحتى نساعد الطالب على ما أنه عن حقق له مستقبله مو ينقضى على مستقبله، أنه نساوي هذا الشيء. فكان القرار بأنه نقبل عدد كبير السنة ونقسمهم لشعبتين، وبالتالي هل الشباب المتقدمين اللي عندهم المعايير الحقيقية والطاقات اللي بتأهلهم لأنهم يكونوا موجودين، نساعدهم على أنه نصنع لهم مستقبل ما يتسربوا مننا، يسافروا لبرا، يضيعوا يعني. بالعكس نحن لازم ندعمهم يعني بهي المرحلة. إذا كان في شيء ما بنقدر نعمله قبل الأزمة، هلأ صار لازم نعمله بشكل حقيقي لنصنع مستقبل لناس هن مستقبل البلد، ونتلافى أي خطأ ممكن يصير. هذا يعني بيتطلب شوية تعب للإدارة، للأساتذة، حتى للمكان، بس المطلوب منا أنه نحن نلاقي الأمكنة للفكرة أو للماهية اللي أنشئ من شان المعهد، وما نخلي المكان يعني يسيطر على الفكرة وبالتالي يعيقها وتفقد يعني المعهد العالي للفنون المسرحية سبب إنشائه. صحيح. يفقد ماهيته. أكيد نحن نتمنى القلق الدائم للمعهد العالي للفنون المسرحية، وأيضا نشكر كل الجهود اللي عم تنبذل، وأيضا جهودك سيدة جيانا اللي عم تبذليها ضمن هالمعهد. نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله دايما بنجاحات مستمرة. شكرا لك، هذا واجبنا، واجب أي حدا بأي مؤسسة بأي مكان من أي موقع أنه يعمل واجبه. وحقيقة يعني ما عاد
في مجال للاستكانة أو للكسل، أو نحن هلأ بحاجة للعمل. أكيد. يعني 24 على 24 لنقدر ننهض نعمل حقيقة فعل الإعمار، وفعل الإعمار أنا برأيي يعني بيبدأ بالنفوس، بالأشخاص، للناس، بكل قطاعاتها قبل ما يبدأ بالأبنية وبالبنى التحتية. مرة ثانية بدنا نتمنى لك التوفيق الفنانة والإدارية جيانا عيد، ويسعد صباحك، نورتينا اليوم وشكرا لوجودك يسعد معنا. يسعد صباحكم وشكرا كثير لكم. الرحمة لشهدائنا، وبتمنى أكيد النصر لسوريا، وأكيد هذا رح يتحقق، يعني كان أكيد من أول يوم ورح يبقى لآخر يوم، وهذا بفضل جيشنا العربي السوري اللي بنقدم له كل تحية. شكرا. تحية لكم وللي عم يشاهدونا عبر فضائيتكم، ويسعد صباحكم. يسعد صباحك أريجة. صباحنا هلأ وصل للختام.